ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الاحد 11 سبتمبر ايلول 2022. اليوم ممكن يومكم ده يبقى سعيد جدا لكل مواليد الحوت من ناحيتكم الماليه. هتحققوا في اليوم ده فوائد كتيره جدا ليكم. ممكن تحققوا كل احلامكم في انكم تشتروا عربيه او يكون عندكم ضغوط كتيره في الشغل. صحتكم هتدعمكم في اليوم ده وهتكونوا سعيدين جدا من خلالها. ما تحترموش اي حاجه ممكن تبقى بتيجي. يواصل القمر عبوره للحوت لحد ما يدخل الصباح ده في برج الحمل. قمر الحمل يعتبر قمر جريء وواثق جدا بنفسه، هيكون على استعداد اكتر علشان ياخد زمام المبادرة. الصباح ده هتشكل لينا الشمس وترين مع اورانوس وهتعزز كل تغيراتنا وتحفزاتنا على اننا نحتضن الجديد. كل ده هيساعدنا في العبور علشان نرتخي اكتر في كل الحاجات اللي عندنا. هتكون رغبتنا في اننا نتحمل كتير من المخاطر الابداعية والتجربة، ودي طبعا هتعتبر مفتاح النجاح لينا. الجانب ده هيبرز لينا بصيرة كبيرة فينا علشان نستفيد من خلالها من الفرص اللي بتعتبر غير عادية وغير تقليدية. لازم تتجلب لينا مفاجآت ومكافآت، هيكون في نهج أصلي وفريد من نوعه للحياة بيعمل لصالحنا بشكل واضح. هتشتغل الطاقة دي على فصلنا بما يكفي علشان نبقى قادرين علشان نحتضن التغير ونبدي فيه.